ايه بقى علاقة ده كله بالمؤخر الشبكة والتفاصيل دي كلها؟ انا ما قلتش حاجة غير على الفيلا وبس. ولا انت عاوزهم بقى يجوا يزوروني يقولوا اه ما هي دي الفيلا اللي جايبها لها عشان يقابلها فيها في السر؟ طب المؤخر ما عرفش حاجة عنك. شوف بقى انت مين اللي بيدور ورا. لا بقولك ايه، ما تجننينيش يا هالة، الموضوع ده ما حدش يعرفه غير انا وانتي وحبشي، وحبشي مستحيل ينطق بكلمة. اه انا وانت وحبشي والمأذون. ولا انت نسيت يا احمد ان احنا جوزنا بمأذون؟ يا نهار اسود. لا لو عرف المعلومات دي من مأذون وعرفوا يوصلوا له كده يقدروا ممكن يوصلوا لأي حاجة بسهولة. كده بقى مخترق يا هال. يعني الفلوس راحت علينا؟ ما راحتش ازاي؟ ما انت بتقول ان مفيش تصريح للاتوبيسات، يعني المشروع باظ والفلوس راحت. طب انا عايز اعرف مين اللي عمل كده وليه؟ امال اسال مين لما ما اسالكش انت؟ انت مش عارف يا هال. طيب انا عايز الاتوبيسات اللي احنا جبناها وحطيناها عندكم في المخازن. ازاي يا باشا؟ ما ينفعش. حقها. تمام. لا خلاص يا باشا، انا هبعت لحضرتك الفواتير والورق بتاع الاتوبيسات وانتوا تبعتوا لنا الفلوس على راحتك. لما انا ياما سمعت الكلام ده يا باشا. تمام يا باشا. ناصر ايه يا عم احمد؟ في ايه انت كمان؟ في مصيبه يا محمد، في مصيبه. انا مش عارف ايه اللي بيحصل لنا ولا ايه اللي بيجرى لنا. موضوع النقل باظ. ايه يا نهار اسود؟ ومش هيدونا الاتوبيسات، هيدونا الفلوس وبالتقسيط المريح كمان. طب اوعى تقول لفتحي بقى الاحسن ده في المستشفى. مستشفى ليه؟ تعب فجأة ونقلوه على هناك، انا كنت جاي لك اصلا عشان اخدك ونروح. مستشفى ولا المصحة؟ يا احمد المصحة اللي كان فيها قبل كده. اللهم اني لا اسألك رب القضاء، لكني اسألك اللطف فيه. خير يا ابو؟ خير ان شاء الله. ازيك يا بدرية؟ الله يسلمك. عامل ايه دلوقتي؟ ادوله الحقنة ونام. هيعمل ايه يعني؟ هو كل شوية يفتح عينه ويبص لنا شوية وبعد كده يغمضها تاني. هو انتوا متخانقين ولا ايه يا بدرية؟ احنا زي الفل يا دكتور، هو بس اللي تلاقيه زودها شوية. هو من ساعة موضوع البورصة والقلق ده وهو مش على بعضه خالص. معلش، ان شاء الله ربنا يسلم. هو بس يفوق شوية كده ونسفره على برا على طول. أو النبي، المصحة اللي راح أول مرة دي كانت ممتازة. بس المرة دي أنا لازم أروح معاه. وأنا برضك لازم أروح معاه. إن شاء الله. هو بس ربنا يقومه بألف سلامة، واللي عايز يروح معاه يبقى يروح. مش عارف يا أمجد، ما بقتش فاهم أعمل إيه، إيه اللي بيحصل ده؟ وخايف يكون كل اللي بيحصل ده مجرد مقدمة لبلاوي كتير لا يعلم إلا الله مداها. ما تستهونش باللي أنت فيه يا أحمد، أو بالمعنى الأصح باللي احنا الاتنين فيه. هما كمان بدأوا يلعبوا معايا ورهنك ان هدفهم ان هما يوقعونا، يوقعوا كل شركات التوظيف، ومش هيسكتوا الا لما يدمرونا خالص. لا اله الا الله. طب واحنا هنفضل قاعدين ساكتين كده حاطين ايدينا على خدنا وهم عمالين يلطشوا فينا؟ ومين قال لك ان انا هفضل قاعد ساكت؟ امال انا جاي لك ليه؟ ليه؟ انا عندي الحل يا امجد. قولوا ابوس ايدك. هو الحقيقه يا احمد يا اخويا هو مش حل واحد، هم حلين، وعليك انت بقى انك تختار واحد من الاثنين دول. الحل الاولاني هو الربط، الحل الثاني هو الفك. عرست يا امجد. الحل بتاع الفك ان احنا نلم فلوسنا ونصفي ونفك من البلد. فكينا انا من الموضوع ده. انا اتولدت في البلد دي يا امجد وهموت في البلد دي. الله يبارك لك. شوف لي الحل الثاني بتاع الربط. يبقى يا صاحبي بقى مفيش غير ان احنا نتحد نندمج. لو كل واحد فينا فضل لوحده هيستفردوا بيه وهيقدروا يجيبونا الارض، انما لو اندمجنا هنبقى قوة لا يستهان بيها، ومهما هيعملوا يا اخويا هيبقى كتفنا في كتف بعض ومحدش هيقدر يوقعنا ابدا. هو كويس بس ده خطر قوي يا امجد. بالعكس يا بيه، انت عندك حوالي 200 الف مودع في الشركة وانا عندي اقل منهم شوية. شوية كتير يا أمجد. كتير ولا قليل؟ احنا هنتحمى في الناس دي وكمان هنحميهم، لان ساعتها الحكومة هتخاف تقوم ناحيتنا، لان الناس دي تهيج، دول ممكن يعملوا ثورة في البلد. والله اقتراح محترم يستحق الدراسة. انت لسه هتدرس؟ الحكومة يا اخويا مش هتدينا فرصة ان احنا ندرس. انت لازم تنفذ وتحط الناس دي كلها قدام الامر الواقع. انا مش مخوفني غير حاجة واحدة بس. ايه؟ اخوك فتحي. ايه
انا طلعت نفسي منك يا حمد، ولو انت عايز تشوف بنتك يبقى كلم بابا رتب ميعاد معاه. ايه اللي انت بتقوليه؟ معقول يا هناء في الظروف اللي انا فيها دي؟ انا شرط عليك من اول يوم جواز، لو انت كذبت يبقى انت في طريق وانا في طريق. انت كذبت وخبيت وخنت واتجوزت، يبقى تنسى خالص انك متجوز واحده اسمها هناء. مالك؟ قلقان قوي يا احمد من الشغل اللي بنعمله في الضلمه ده. معلش، ضرورات تبيح المحظورات، واحنا في اهم ضروره في حياتنا، وبعدين احنا مش هنأذيه، احنا هنحميه. طب الحقنه دي ضروري قوي يعني؟ ضروري جدا، دي حقنه مهدئه، احنا لازم نعمل كل حاجه في هدوء، نخرج وندخل من غير ما اي حد يحس. يا توحة. أحمد. أيوة يا حاج فتحي. في في حاجة إن شغلنا بقى في خطر، وفلوسنا بقى في خطر. الخطر ده زاد من أول ما الناس شافت خبر إن دخلت المصحة. وده هيأثر على شغلنا يا أخويا، وعلى الناس اللي إحنا بنتعامل معاهم. جوه مصر وبره مصر يا فتحي. ده غير المودعين يا فتحي. المدعين اللي احنا قعدنا ترجيناك علشان نعمل حسابه، وانت ركبت دماغك ومشيت ورا طمع بدرية. عايزين نعمل ايه؟ مش فاهم. مش فاهم ايه يا فتحي؟ مش فاهم ان الناس دي حطت فلوسها عندنا على بضمان الزبيبة والدقن بتوعنا؟ يا راجل 100 مرة قلت لك مركزنا المالي هيهتز من تصرفاتك دي لما يعرفوا ان احنا مش مؤمنين، مدمنين. انتوا جايين ليه؟ جايين عشان نعمل نفسنا يا فتحي، من الصحافة وعين الحكومة اللي بقت واسعة علينا قوي قوي بكل الناس. يا أخي أصلك أنت اخترت سكة اللي يروح ما يرجعش سهلة، إنما إحنا مشوارنا طويل قوي يا فتحي. بصراحة كده مش عايزينك تاخدنا في رجليك. عايزين إيه؟ عايزين إحنا اللي ناخدك معانا يا أخي. فين؟ على الأقل نبعد عن هنا لمدة ساعتين بس. ساعة؟ ما اقدرش اصحاك من هنا تعبان يا فتحي. لازم نخرج من هنا. بقولك الصحفيين شموا خبر انك موجود في المصحة، لو جم هنا وبنولك صورة ولا اتنين ونزلوه في اي جريدة ولي خبر كان علينا كلنا. يلا يا محمد. انت بتعمل ايه؟ ولا اي حاجة، خليك زي ما انت. انت بتعمل ايه؟ مفيش اي حاجة. بس هي خلاص خلاص. انت زي الفل يا حاج. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن يلا يا حاج، هاتوا هاتوا من حاجه كده على الكرسي. اقعد يا حاج فتحي. شنطه يا حاج، شنطه. انا صح. بس يا حاج فتحي، صلى بينا على النبي عليه الصلاة والسلام. عايزك تمضيني بس دول. يلا يا حاج ابوس ايدك يا حاج. امسك هنا كده. يلا يا حاج. حضر لي انت ستين. حضر لي انت ستين يا حاج. صح يا حاج. يلا يا حاج. يلا هنا هنا. الله يبارك لك. يلا يا حاج فتح. يلا يا حاج. الله يكرمك. هنا. معلش يا حاج، معلش. معلش. اسند له دماغه لو سمحت يا حاج أمل. الله يكرمك. ربنا يكرمك يا حاج. يلا بسم الله. على مهلك على مهلك. انا جوزي اتخطف ودي مهزله، بس انا هعرف اربي واحد واحد من اللي شغالين في المصحه دي. بس انت بتهم اخواته مش اللي شغالين في المصحه. ما هم كلهم مع بعض. صدقني انا عارفه انا بقول لك ايه. بس يا حاجه بدريه احنا ما نعرفش حاجه خالص عن الموضوع ده. اتفضلوا.
طب ما الحاج موجود اهو يا حاج. كنت فين يا فتحي؟ احمد ومحمد خدوني. كده ولا الحكومة ولا الأمم المتحدة تعرف تلعب معانا أي لعب. أيوة بس لازم نظبط أمورنا ورقنا مع أمجد برضو، مش عايزين العملية تبقى شاي بلبن بقى وخلطبيطة. يا خوفي ما تقدروش تفرقوا ما بين الشاي واللبن وتجرزوا في طبق السلطة اللي عملتوه في يوم وليلة. ما تخليك في حالك يا حبشي. ما أنا حالي من حالكم يا حاج أحمد، أنا خايف تروحوا تخوفوا الحكومة، هي اللي تخوفكم وتحب فيكم، وزي ما بيقولوا كده تجوا تكحلوها تعموها. ما بني على باطل فهو باطل، الكلام ده باطل قانونا ولا يجوز. قرار الاندماج ما ينفعش يبقى قرار فرد، حتى لو هو مضى على القرار ده باعتباره رئيس مجلس الإدارة الجديد. يا حاج موضوع زي ده محتاج اجتماع جمعية عمومية وموافق جميع الأعضاء بالإجماع، الموضوع مش سبهلنا. أنا عملت لهم محضر منير في الاسم إنهم خطفوه، وبكرة هتلاقي الخبر ده نازل في كل الجرايد. لا جايد، لا هيقولوا خطفوا أخوهم المدمن المجنون، هي بيتعالج. الفضيحة يا أخويا أهون من الخسارة والخراب اللي هتحل على دماغنا من ورا دمج الشركتين. العمل يا حد بيه. ما تشغلش بالك يا حاج، هنبعت جوابات للجهات المسؤولة، مجلس الوزراء ومجلس الشعب ووزارة الاقتصاد، ننفي فيه الكلام ده ونعلن عدم مسؤولية الشركة عن أي تعامل مشترك للكيانين مع بعض. طب لازم نعمل كده بسرعة يا وحيد بيه، الموضوع ده ما ينفعش يبات للصبح، لازم ننشر في كل الجرايد خبر عكس الخبر اللي انتشر النهاردة ده. طيب أنا هجهز الصيغة وأعرضها عليكي وعلى الحاج وبعد كده نبعتها. ابعتها على طول من غير ما تعرضها علينا. لا أنا عاوز الحاج يمضي عليها الأول. طب بس بسرعة يا أستاذ وحيد، اشيل وحياتك، أنا مش عايزة كل اللي بنعمله ده يجي حد ويلهفه على الجاهز. إن شاء الله ما تقلقيش، عن إذنك، عن إذنك يا حاج، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. امضي حاج فتحي على الورقه دي. ورقه ايه؟ انا مش شايف. دي الورقه اللي بتقول ان انا المسؤوله عن متابعه علاجك، وانا اللي اقول مين يزورك ومين ما يزوركش. امضي هنا. يلا. ماشي يلا حبيبي امضي. فين؟ والورقه دي كمان. ايه بتاعت ايه؟ ده تفويض بيع الفيلا لنفسي او للغير، وانا مش ضامنه يا اخويا اخواتك هيعملوا فينا ايه اكتر من اللي عملوه ده. لسه مش بعتيش يا مدري. قصدي يا فتحي انا بس خايفه ترمي انا والعيال في الشارع، وبعدين انا هخلي الاستاذ وحيد يعمله باسم خالد مش باسمي. انت يا فتحي انت يا حبيبي، هو انت بتتشطر على بدريه يا حبيبتك؟ يا اخويا روح اتشطر على اخواتك اللي بهدلونا. انت يا فتحي انت. بنطمن بس، احنا بنطمن يعني. في ايه يا حضره الضابط؟ عايزينك معانا يا حاج محمد. ليه؟ خير ان شاء الله، كل خير هناك هتعرف. طيب بلغ الحاج احمد حصلوني بسرعه يا حبش. طيب احنا نجيلك على فين بالظبط؟ على المديريه. يبقى خلاص انا جاي مع الحاج محمد. ممنوع حد يركب البوكس اللي هو. من فضلك ما تقدرش. ليه بس يا فندم؟ لازمته ايه؟ هو انا عملت ايه اصلا يا فندم؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اتحكم عليه بسنتين وكل المحامين اللي جبناهم ما عرفوش يعملوا حاجه. كل ده عشان ايه؟ عشان قضيه تسعيره. قال ايه؟ باع دورة صفراء برة التسعيرة اللي عملها الحكومة. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا حكومة، حسبي الله. وده حصل امتى؟ من اسبوع يا حاجة فتح. محدش قال لي. اقول لك ايه ونعد لك ايه؟ انت في الحالة الهباب دي. حاج فتح زي الفل، ما تقولوش كده. خلاص عايزين يقضوا علينا. ما انا خلاص حاسس مين بخلص؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه ده يا ابني؟ والله حصل فيك شوية منها لله. بدرية بنت عرفان، أنا لغاية دلوقتي مش قادر أصدق إزاي جالها قلب تمضيك على ورق الطلاقة وأنت مش دريان بحاجة. يابا خلاص بقى يابا، لا إله إلا الله، ما تقلبش علي المواجع. إحنا فيه ولا فيه؟ يا كمان عايز أبوخر الصلاة. إيه؟ مؤخر الصداقة كمان؟ مؤخر؟ وده يطلع كام ده؟ مليون جنيه. ايه؟
انت كتبت لها في اخر مره رجعتها فيها 1,000,000 جنيه؟ ايوه اسم الله على امك انت وهو عرضوا بعطاره في الملايين بعطاره بكره تقعوا في عرض جنيه واحد وما تلاقوهوش. اسم الله اسم الله الاستاذ يكتب للمذيعه 1,000,000 جنيه وانت تكتب البدريه المفتريه 1,000,000 والجرايد تكتب وتفضحكوا والدنيا تيجي عليكوا اكتر ما هي هيجه. خلاص بقى يا بابا اللي حصل حصل لا اله الا الله محدش بيتعلم ببلاش. انا اللي يهمني دلوقتي اخوك محمد. محمد لازم يخرج من السجن لازم يخرجوا باي طريقه ان شاء الله يا بابا. احنا عملنا نقط ربنا يسهل. بابا بابا ايه يهمني يا بابا في ايه يا فتحي في ايه يا ابني بس حبيبي يا فتحي الواد ماله بسرعه هات الدكتور بسرعه بسرعه يا فتحي. معقوله يناقشوا القانون ويقروه في مجلس الشعب في 24 ساعة؟ 24 ساعة والجلسة متقعدش 4 ساعات. أنا عارف إن هم مفصلين ده عشان شركات توظيف الأموال. الشركات كلها كوم وشركتنا إحنا كوم تاني. يا حبشي علق نص القانون ده على باب الشركة عشان ما حدش يجي ياخد فلوس ولا يحط فلوس. هنشوف هنوفق أوضاعنا إزاي. خلاص يا حد كده كده مفيش حد بيجي يحط فلوسه وكل يوم مشرشحيرنا في جرنان شكل. منع الريان من السفر، طلاق بدريه زوجة الريان ومش عارف اتجوزت مين، مطلعين نصابين وحراميه تبهدلنا في كل حته، محسسين الناس ان احنا خدنا فلوسهم مش هنرجعها لهم تاني. بكره يعرفوا ان هم ما تعاملوش مع حد اشرف من الريان. بكره بلاقوا عيشنا لبكره. استغفر الله العظيم. المشكله دلوقتي يا احمد إن القانون 146 لسنة 1988 ده بيديك مهلة يا ابني 3 شهور، 3 شهور بس عشان توفق أوضاعك وترجع للناس فلوسها. إحنا محتاجين 2 سنين علشان نعمل الموضوع ده، ده إذا قدرنا، ده إذا كمان المودعين سابونا في حالنا. أنا مش خايف من المودعين، أنا خايف من الحكومة. هتركب فوق رقبتي تغميني وتقول لي اجري زي اللي بتقوله ده يا امجد. عايزني اكلم رئيس الوزراء اقول له معناش فلوس ندي للمودعين حقها؟ مش انت لوحدك اللي هتعمل كده، ده كلنا هنعمل كده، كل شركات التوظيف. ساعتها بقى الحكومه هتخاف ومش هيقدروا يهوبوا ناحيتنا عشان خاطر المودعين. دول ممكن يكسروا البلد. طب وساعتها ايه اللي ممكن يحصل؟ ساعتها بقى ممكن يتفاهموا معانا بالراحة وبالهداوة والثلاث أشهر يا عم الحاج ممكن يبقوا 3 سنين. لا إله إلا الله. طب والقانون اللي فصلوه مخصوص عشاننا؟ ما هو زي ما فصلوه مخصوص عشاننا مش هينفذوه برضو مخصوص عشاننا وعشان المودعين كمان. طيب وإذا هم حبوا ينفذوا القانون بحذافيره يا نهار أسود يا أمجد، ساعتها هندخل السجن فورا. ساعتها هنقول يا فكيك. قصدك إيه؟ نهرب؟ أمال نقعد؟ مستحيل. المستحيل ان الكلبش يتلف حوالين ايديا او اقعد في زنزانه ضلمه معفنه ما فيهاش سلسوب هوا يوحد ربنا. هو ده المستحيل يا احمد واللي لا يمكن يحصل ابدا. ده انا راجل اتخنقت وانا بتكلم معاك في الموضوع ده دلوقتي، ما بالك بقى لو حصل. ده انا ممكن اموت من اول يوم يا احمد. طب خلاص يا امجد خلاص خلاص عشان انا كمان اتخنقت. يبقى تروح لرئيس الوزراء وتقول له ان احنا على فيض الكريم. مفيش فايدة يا ابو، هما 3 شهور مش هيزيدوا يوم. 3 شهور ايه بس؟ 3 شهور ازاي؟ ده كلها كام يوم ويخلصوا؟ الراجل اتخض لما قلت له انا مش عارف اسدد خلال المهلة، محتاج وقت عشان الم السيولة اديها للمودعين على الاقل 2 سنين. وليه تقول له كده يا دكتور؟ احنا ممكن لو اشتغلنا بايدينا واسناننا هنرجعهم في فترة اقل من كده. امجد سعيد اقترح عليا اقول كده. طب كلمته في موضوع محمد اخوك؟ كلمته يابا وبرضه رفض. قلت له عشان المهمه تبقى سهله ونعرف نشتغل انا هو ونشيل المسؤوليه ونرجع للناس فلوسها قال لي لا. قلت له ده واحد مسجون واحد عيان. قال لي ماليش دعوه دي مشكلتك يا ريان مش مشكله الدوله ولا مشكله المدعين. القانون ما يعرفش لا سجن ولا عايه. طب كان اداك فرصه تسافر عشان تجيب الفلوس اللي بره.
مرضيش مرضيش برضو يا بشيل المراقبة المكشوفة اللي عليها. طبعا خايفين لا تفك وتطير زي اللي طاروا قبل منك وما رجعوش. مش عارف اعمل عليها من رئيس الوزراء ولا من البلاغات اللي متقدمة ضدنا عند المدعي الاشتراكي ولا نيابة الأموال العامة ولا سوق المال ولا القانون 46 ولا بس ايه تعد والول ما كفاية والوهلة يا ابني. هو احنا ناقصين بدل ما نقعد كده نندم حظنا زي الحريم ما نفكر ايه اللي ممكن نعمله؟ وانت بالذات يا احمد لازم تفكر وتشوف ايه اللي ممكن تعمله بكرة. بكرة بقى بتاعهم يابا، بكرة ما بقاش في ايدي. طب والحل يا دكتور؟ هو حل واحد مفيش غيره. ايه هو؟ النفس الطويل. الو ايوه خالد، لا حول ولا قوة الا بالله. في ايه يا احمد؟ فتح لي يا ابو فتح لي. فتحي مات يا احمد، ادعي له بالرحمه يا ابو. اخوك الكبير مات ما عرفتش حتى اخد عزاه، ما خدتش عزا اخوك يا احمد. على عيني يا ابو، على عيني والله، بس انا خفت من المدعيين اللي يجوا يكسروا الصوان علينا. ليه كده يا ربي؟ انت عملت ايه في دنيتي؟ ابوس ايدك كفايه بقى، عشان خاطري كفايه بقى، عشان صحتك يا ابويا، احنا مش ناقصين حد تاني يقع بقى. صحتي انا هعمل ايه بصحتي؟ لو انا اغلى من اللي راح ده كان عيني وعافيتي واول بخت في دنيتي. فتحي فتحي بس يابا، فتحي صل على النبي يا حبيبي. فتحي مات يا حمد. الله يرحمه يا محمد. كلنا هنموت والله. ايه لا اله الا الله، بس كلمت الفلوس اللي معايا قبل ما يموت. طب سيوهان، هو انت يا ناني دي هو مش كده ارتاح؟ مش كده ربنا ريح؟ خالد وامير عاملين ايه؟ زي الفل والله العظيم، زي الفل. قاعدين مع ستهم وتمام. أمك عاملة ايه؟ مش مصدقة. هي قاعدة طول الوقت عمالة تدعي له. وصحتها كويسة؟ اقعد يا محمد. هي بتحمد ربنا سبحانه وتعالى انه مقدرها على الصلاة. ده مكفيها. بتسجد وما بتقومش من السجدة غير لما مديحة تحط ايديها على ظهرها. ربنا يكون في عونها. نعمة كانت عايزة تيجي معايا بس أنا بعد إذنك يعني قلت خلي المرة دي أنا وإنت نتقابل لوحدنا، خصوصاً إن أنا عرفت إنها كانت عندك الأسبوع اللي فات. بقول لها ما تجيبش معاها توفيق بعد كده. ليه يا جدع إنت؟ هو الواد شكله وحش إنما مش لدرجة إنك ما تشوفوش يا محمد. أنا مش عايزه هو يشوفني يا أحمد. أنا كده على فكرة الواد ده بقى لبط، بسم الله ما شاء الله، حبيته وعي وصوته عالي يعني. والله يا احمد ربنا وحده اعلم، هشوفه تاني واقعد قدام وشه في وش كده. ولا تبقى دي النهايه؟ ليه كده كفالها الشر؟ نهايه ايه يا محمد؟ نهايه الريان، نهايه الريان يا احمد. انت هتفضل باصص للاكل كده ومتاكلش؟
هاكل واحد يا سامي. انا هاكل معاك انا وانت بس. الحاجة نايمة على سريرها ومبتقومش منه، وام هاشم قاعدة جنبها، وابويا الحاج زي ما انت شايف نام وقال ما حدش يصحيني. فتحي هو طلب لنفسه الرحمة يا اخويا. الله يرحمك يا فتحي. الله يرحمك. انت رايح فين يا اخويا؟ انا عايز اكل في وسط العمر سميحة، عايز اخبط كتفي بكتف فتحي، عايز محمد يبصلنا على رسالتي، عايز ابويا يزعلنا ويقومنا من على اكل من غير عشاء. مش مهم، كنا بنقوم الصبح نشوف بعض وشنا في وش بعض، بنسمع صوت بعض، بنشم ريحة بعض. الدنيا ساعة قوي قوي من غير لمة يا سميحة. طب سيبيني سيبيني لوحدي، الله يكرمك انا مخنوق. هسيبك ازاي بس؟ هسيبك ازاي وانت مكروب وشايل الهم لوحدك؟ هو انا مش مراتك بس يا احمد، ده انا لو هقدر اشيل الهم معاك اشيله. الهم خلاص ركبنا يا سميح. طب بقول لك ايه يا اخويا؟ صباح كنت عايزه تشوفك تعزيك هي والبنات. بعدين بعدين يا سريعة بعدين. اللي تشوفه اللي تشوفه يا أخويا. مساء الخير يا حاج أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايزينك معانا خمس دقايق يا حاج أحمد. ليه؟ إيه؟ عايزينه في إيه؟ بخير. عايزينه في إيه؟ هو احنا ناقصين؟ مش كفايه اللي راحوا؟ احنا مش ناقصين هم يا ناس. ابوس ايدك اهدى بقى يابا. لا اله الا الله، خمس دقايق اروح معاهم واجي على طول. والله العظيم لا اتعشى معاه. طب استنى اجيب لك جاكيت. يا ست استني انت، انا هروح واجي على طول. لا اله الا الله. ايه اللي بيحصل لينا ده؟ ايه اللي بيحصل فينا ده؟ استغفر الله العظيم. سميحة الحقينا يا بنتي بشوية مية. حاضر حاضر يا حاج. حاضر. يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه يا حاج أحمد؟ ما تجمد يا راجل. أنت بتضايق من حاجة؟ لا العفو، هتضايق من إيه؟ بس هو في الحقيقة الواحد يعني لو هيقعد 10 سنين يقعد، بس يبقى عارف بعد ال10 سنين هيروح فين ويعمل إيه؟ طب واحنا لسه كملنا ال10 سنين؟ يا فندم 10 سنين زي 10 ساعات، بس الواحد يعرف ايه الحكاية، هو في ايه، ايه المطلوب منه. الظاهر بقى انك زهقت مني. لا حول ولا قوة الا بالله. احنا بقالنا قد ايه قاعدين مع بعض؟ والله يا فندم احنا قاعدين من الساعة 9 امبارح بالليل، دلوقتي 8:30 الصبح تاني يوم. ولقيت بسرعة كده تتخلق مني يا حاج احمد. والله انا يعني سامحني مش عارف ارد على سعادتك اقول ايه بالظبط. ما تنساش ان انا قاعد زي زيك، انت قاعد على كرسي وانا قاعد على كرسي، انا بالنسبه لك قاعد على مكتبي وانت بالنسبه لي قاعد على مكتب، يعني مفيش فرق. ما في فرق. ايه هو؟ ان سعادتك ان شاء الله كمان 5 دقايق او 5 ساعات هتروح بيتك بسلامه الله، انما انا بقى هروح فين؟ كلها ساعتين وتبقى في بيتك، بس تقابل الاول السيد وكيل النيابه. ربنا يستر. اصل الخمس دقايق بقوا 10 ساعات، الساعتين يبقوا قد ايه بقى؟ وفي الاخر الدوله هي اللي طلعت خسرانه، لان الفلوس والمدخرات ما راحتش للمكان اللي كان مفروض تروح فيه. انتوا برضه دخلتوا لنا في مشاريع تافهه، رحت اشتريتوا مصانع جاهزه، مصانع ثلاجات ومعلبات. مش كلها استثمارات ولا ايه؟ مش بكل الفلوس، بنسبه زكاه المال بس. وانت طبعا سيدي العارفين
إن مصر بتعاني من العجز التجاري، يعني بنستورد أكتر ما بنصدر وبنستهلك أكتر ما بننتج، والحل الوحيد للبلد دي هو الإنتاج، والإنتاج يعني استثمارات، والاستثمارات يعني مدخرات، والمدخرات راحت فين؟ خدوها بتوع توظيف الأموال، ودي بقى كانت أكبر ضربة للاقتصاد القومي. انتوا حتى رفعتوا أسعار السلع الأساسية، الحديد واللحمة والذرة، وجاي بعد كل ده تقولي ما عملناش حاجة؟ بس تعرف أنا زي ما بدينك بدين الحكومة. أنت بتبصلي كده ليه؟ لا لا والله يا فندم أنا معجب بسعادتك جدا. ليه بدين الحكومة دي؟ لما يبقى فيه واحد بدماغك اللي زي السم دي والحكومة ما تعرفش تستغله، يبقى حكومة غبية أقل ما فيها، كانت تطلقك على اليهود يا أخي تقلبهم. والله العظيم أنا ما كان عندي أي مانع أشتغل لحساب الحكومة وأقلب أبو اليهود. طب وإيه اللي منعك؟ الروتين اللي تحس إنه قرار جاي لك من الباب العالي، لا حاسس ولا فاهم ولا شايف حد. قرار يوقف الاستثمار، يشل العقول. إزاي بقى؟ سكة الاستثمار في البلد دي كل خطوة فيها مشكلة، وكل مشكلة تخليك تتحايل على القانون أو تتجاوزه كمان، وكل خطوة عايزة قرار، يا يتقابل بالرفض يا يتقابل بالموافقة. في الأول أو في الآخر مش مشكلة، كل الأبواب ممكن تتفتح، كل الأبواب ممكن تتقفل، مفيش أي فرق. مفيش مستثمر واحد يعرف يحط خطة لقدامه ولو يومين تلاتة، لأن مفيش شيء مستقر. الشركة اللي عايزة سنة عشان التأسيس أو الإنشاء بتاخد لها 3 سنين وتقول لي استثمار. هو في إيه يا حبش؟ إيه اللي بيجرالنا ده بس؟ محمد الحلو كانوا الأسد اللي كان بيربيه، أخواتك رايحين يحطوا صوابعهم في بق السبع. انت شبتان فيهم ولا ايه يا حبش؟ معقولة مديحة؟ معقولة نشمت في اخواتك؟ دول اخواتك، دول صحاب فضل عليا، بدليل يأمنون عليك وانت اختهم. وعلى يدك يا مديحة، على يدك. انا كنت دايما بحذرهم، قال لهم بلاش تلعبوا مع الحكومة، بلاش. قالوا لي 5 دقايق وانا بغبائي صدقتهم. فعلا غباء. شوف اتعاملت معاهم قد ايه، ومفكرتش برضو ان هما ما بيعملوش حساب للوقت. 5 زي 10 زي 20. انا اتخطفت يا معلم. لا وما تلاقيهم، بس حاسوا ان انت وحشني شوية، وان انا قاعد لوحدي كده حاسس بالوحدة. قالوا جيبوك بقى عشان تونسني. على فكرة ابوك خايف قوي ومرعوب قوي قوي قوي. هو ابوك رجليه ممكن تيجي في الموضوع ده يا احمد؟ طبعا، هو مش مربوط معانا في نفس الحبل. طب وبعدين يا ابو حميد، احنا ايه، هنسيب الدنيا على ظهرنا ولا ايه؟ الدنيا هي اللي سابتنا يا محمد. دول فصلوا لي قانون عشان يجيبوني هنا سلام. دول عايزين يحطوا ايديهم على كل حاجة يا محمد. ما ينفعش تلعب مع الحكومة، هتبقى ضعيف قوي 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 قوي. هل ما كنا ساعدناهم وقفنا جنبهم وساعدنا رجاليتهم؟ هي بقى دي يا معلم العكة اللي احنا عكناها. انت عايز تلعب مع الحكومة العب، بس ما تكبرش عليها. طب والعمل يا ابو حميد؟ لا ما تتخضش قوي كده. ما تنساش برضو انك انت عندك 188 الف مودع. لما يعرفوا بقى ان الحكومة عايزة تقفل عنهم الحنفية اللي بتنزلهم، مش مية لا دي فلوس. تصور كده ايه اللي ممكن يحصل؟ ايه اللي في ايديهم يعملوه يعني؟ حاجات كتير قوي. يعني ايه الحكومة هتقول لهم ان الريان سرقكم ونصب عليكم؟ هم بقى مش هيصدقوا. ايوه، لانهم عارفين ان الحكومة بتضحك عليهم وانها عايزة تقفل في وشهم باب الجنة. يا سلام، طب الحكومة طول عمرها بتضحك عليهم. طب والناس اللي قدموا بلاغ عند المدعي الاشتراكي والاموال العامه، دول كمان مش مصدقين ان الريان سرقهم؟ دول قله مندسه مزقوقين علينا، انما المدعين الحقيقيين اللي بجد لا طبعا ما يعملوش كده. ما تزعلش مني يا احمد، انت غلطان.
المسألة مش بالبساطة زي ما أنت فاهم كده. أنت لو دخلت السجن وقعدت مع نفسك بهدوء ورا القضبان هتشوف الصورة مختلفة، مش هتقول كده. أنا رأي أبويا بينها قفلت زي الضمنة يا سميحة. عدتي هنا شكلها يطول. أنت لو عايزة تسيبيني اوعى تنطقها يا أحمد. شوف أنت عملت فيا إيه؟ تعبتني قد إيه؟ حرقت قلبي واتجوزت كم مرة؟ وأنا استحملت وفضلت ساكتة. هاجي دلوقتي وانت في الشدة دي واسيبك؟ انا ما عملش كده ابدا ولا فكر في كده حتى. معلش سامحيني، سامحيني على كل اللي انا عملته ابو سيدي، سامحيني كل الجري اللي انا جريته بره بيتي ده عشان الوقت. دي ارادة ربنا يا احمد ونعمة بالله. احمد انا مش هسيبك، انا هفضل مستنياك طول العمر. لما تخرج إن شاء الله بالسلامة هتلاقي سميحة بنت أبو شايشة قاعدة مستنياك. أنت الوحيد اللي دخلت قلبي وقفلته عليك، وعمر حد تاني ما يدخله غيرك. عملت مع كل انواع البشر، عمري ما شفت حد زي احمد الريان ده. علي الزيبق بتتعامل مع واحد ملوش مسكه وكذاب ومراوغ ومناور، يقول لنا حاجه في المكتب هنا وبعدين يروح المحكمه ينكرها ويقول حاجات تانية خالص، ولما نواجهه يقول لك اصله مضغوط عليه، اصل اعصابه مشدوده، اصله متوتر. عشان كده انا قررت إن الضغط عليه يبقى بحقه حقيقي، مش افترى مننا، لا بالقانون. هنعمل إيه يعني يا فندم؟ لازم آل الريان كلهم يبقوا تحت إيدينا. طب ما هم تحت إيدينا فعلا. مش كلهم، لسه الحاج الكبير توفيق حر طليق. هو حكاية الدهب اللي ما كانش مدموغ ده مش له فيها؟ يا فندم أنا طول ما أنا ورا القضبان أنا إيدي مغلولة مش عارف أعمل حاجة، وأنتوا بتتكلموا عن توفيق أوضاع ورد أموال مدعين، طب إزاي؟ ما هو إزاي دي بقى؟ إحنا مع بعض عشانها. بالعقل كده بالمنطق ما تنفعش. ما ينفعش ليه؟ يعني أنا طول عمري طول شغلي ببني جدار من الثقة بيني وبين المدعين. وفلوس. الفلوس بتيجي وتروح سعادتك. واسمح لي يعني لا مؤاخذة ما تزعلش مني. اللي عرف يعمل مليار يعرف يعمل اتنين وتلاتة واربعة، بس اخرج اشتغل. انما طول ما انا هنا انتوا بتشككوا الناس في اني اقدر اعمل حاجة. على فكرة يا ريت معلش حضرتك تتعب سعادتك كده تنزل بس تسأل المودعين اللي نايمين ليل نهار على باب الشركة، قول لهم هل في حد ما صرفش الارباح حسب ما هو متفق عليه، خاصة صغار المودعين. طب وايه رأيك بقى في تقرير لجنة التجارة؟ قالوا إن ما فيش غير 520 ألف جنيه و 30 ألف دولار ومحلات الذهب، لا فيها ذهب ولا فلوس والبنك صفر. ساعتك بتري مين اللي قال كده؟ بقولك لجنة الجارد. حضرتك اسألهم أمال فين بقى؟ وبعدين هم كانوا متوقعين يلاقوا إيه؟ أنت مش بتقول عندك مليار؟ لا مؤاخذة أنا مليار يا سعادة الباشا، وهو أنا أشيل برضه المليار في غزلة محل الدهب ولا تحت البلاطة؟ كلها مشاريع وأصول، عشان كده مش هنعرف نوصل لأي حل طول ما أنا إيدي مغلولة. مفيش أي حل يرضيك ويرضيني ويرضي المودعين، بس برضو في حل. إيه هو الحل؟ قول. الحل اللي يرضيني أنا إن أنا أخرج من السجن عشان أشتغل، والحل اللي يرضي المودعين إني أخرج من السجن علشان أبقى تحت عينيهم وإيديهم. يتفضل الحكومة، انتوا الوحيدين اللي مش عايزين نخرج من هنا، عايزيني افضل ما بين اربع جدران بعيد عن المودعين، خيالهم يشتغل، الشائعات تكتر، يشوفوني بقى زي ما انتوا عايزينهم يشوفوني.
انت المطلوب منك حاجة واحدة بس، تعمل لنا توكيل عام بالتصرف، واحنا من ناحيتنا هنوفر لك كل اللي انت عاوزه في السجن عشان تساعدنا نجيب الفلوس اللي بره واللي جوه وندي الفلوس لاصحابه. مالك يابا؟ هيكون مالي يعني؟ ما احنا عملنا كل حاجة وعشناها زي ما احنا عايزين، عشناها بالطول والعرض، عشناها مرة وعشناها حلوة، شلنا ايدينا من قدرة الفقر وحطناها في عين الشمس، بس برضه منبسطناش. الأرض ضاقت بينا، قلنا نطير نطير نطلع فوق نعدي السحاب، وطرنا بس نسينا إن احنا ركبنا جناحات شمع، الشمس هتطلع. طلعت الشمس والشمع ساح وتسقطنا كلنا واحد ورا التاني، وقعنا من فوق قوي لتحت قوي. بس يابا الله يكرمك، بس حبيبي، بس 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 يابا والله العظيم كله هيبقى عادي العادي، ما تتوترش انت بس، ما تضايقش نفسك، كله هيرجع زي الاول احسن. والله لا توفى وهتشوف. انت عارف الرساله اللي بعتها الشيخ العشماوي هتخليهم يعيدوا النظر تاني على الاقل في موضوع حبسكم انتوا الاثنين؟ احنا محبوسين احتياطي وانت واخد حكم، ازاي حطونا كلنا في عنبر واحد؟ اه صحيح يا حاج، والله ظهر لي من كتر فرحتي ان انتوا موجودين معايا في العنبر هنا نسيت احنا اصلا ازاي بقينا مع بعض في عنبر واحد. انا بقى هقول لكم، معلش يابا، بما ان يعني سجين قديم قبل كده وامن دولة بجامعة، انت عارف بقى. قرب، عايز اقول لك على حاجة. تعال. عشان دلوقتي يابا هم حاطين حوالينا جواسيس هنا عشان اي كلام احنا نقوله يتنقل لهم، اي حاجة نكون احنا ما قلناهاش بره او في التحقيقات توصل لهم، عشان كده حاطيننا مع بعض، مش طيابة منهم يابا. الشيخ العشماوي بعت رسالة لهيئة المحكمة تخصكم. جزاه الله خيرا. الله، انت شكلك عارف اللي فيها. لا يا فندم ما اعرفش، بس راجل زي الشيخ العشماوي لا يباع ولا يشترى، متهيألي ده رأي حضرتك. ده صحيح، وراجل بيقول الحق، محدش يقدر ينكر. والله اذا كانت رسالته رسالة إدانة فعلينا ان نمتثل ونسلم، وان كانت رسالة حق لتبرئتنا فما عليكم إلا أن تقروا ما فيها، وأقسم بالله إني ما أعرفش إيه اللي في الرسالة. الشيخ العشماوي بيطلب من هيئة المحكمة الإفراج عنك، وإن شاء الله هو يدخل مكانك، أصل متأكد إنك هترجع الفلوس للناس تاني. جزاه الله خيرا، وأكيد فضلته بيتمتع بالثقة اللي تمكنه إنه يطلب كده من هيئة المحكمة. يبدو أن قانون الأموال الجديد قد فصل لإدانتي أنا وأهلي وإدخالنا إلى السجن. يا سيدي أنا لن أتمكن من عودة أموال المدعين وأنا خلف هذه القضبان، لذلك أرجو من عدالتكم أن تأمروا بالإفراج عني إفراجا مؤقتا 45 يوم، بس 45 يوم، لأتمكن من رد أموال المدعين، ذلك يا سيدي من خلال إدارتي محلات الذهب تدر شهريا 1,000,000 جنيه، والله 1,000,000 جنيه، ومشروع مساكن المغتربين يدر أيضا نفس المبلغ 1,000,000 جنيه شهريا، واستدعاء بوب ووكر مدير شركات الريان في هيوستن بحضوره يا سيدي سيضمن من 200,000,000 جنيه لمليار جنيه بضمان أصول الشركات. سيدي القاضي، إن المدعو أحمد توفيق والشهير بأحمد الريان أعلن أمام سيادتكم نيته المبيتة على اغتيال حقوق المدعين، خاصة بعد اطلاعنا على ملفات شركة هيوستن، وجدنا أن رأس مال هذه الشركة لا يتعدى 120,000 دولار فقط لا غير، يتبقى منهم حوالي 55,000 جنيه يكفوا الشركة 4 شهور تقريبا. إن هذه الشركة المزعومة ما هي إلا غرفة في فندق في هيوستن. إيه اللي حصل يا حبش؟
رفضوا الطلب اللي كان مقدمه الشيخ العشماوي، واحمد اخوك قرر ان هو يترافع بنفسه، واول ما اترافع يا مديحه عك جامد قوي في الحكومه وفي الناس الكبار. يعني ايه؟ مش هنعرف نعمل لهم حاجه؟ العمل عمل ربنا. يعني خلاص يا حبشي، خلاص ابويا واخواتي راحوا في داهيه خلاص. وفقا لما تم استخلاصه من الاوراق ومما دار في جلسات المحاكمه، فان السبب في انهيار شركات الريان انهيارا مؤسفا يرجع في مجموعه الى ثلاثه اسباب. اولا، عدم الكفايه العلميه والعمليه للقائمين على اداره هذه الشركات، سواء كانوا اعضاء في مجلس الاداره او شركاء متضامنين او موسيين. ثانيا، خروج حجم شركات الريان عن حدود الحجم الامثل للمشروع، ونظرا لمحدوديه سوق المال في مصر، فان وصول حجم الايداعات في شركه الريان للمعاملات الماليه الى 1,800,000,000 جنيه تقريبا، هذا يعتبر بكل المقاييس تجاوزا لحدود الحجم الامثل لاي مشروع، حيث ان اي مشروع يجب الا يزيد حجمه عن ربع هذا المبلغ، وهو الامر الذي يتفق مع القواعد الاقتصاديه السليمه والذي كننه المشرع في الماده الثانيه من القانون رقم 146 لسنه 1988 والماده 11 من اللائحه التنفيذيه. ثالثا، خروج مجالات توظيف الاموال التي عملت الشركات فيها عن الاغراض الامنه للتوظيف. ولهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت المحكمه حضوريا بمعاقبه المتهم احمد توفيق عبد الفتاح وشهرته احمد الريان بالسجن 15 سنه مع الشغل وتغريمه 1,000,000 جنيه وحرمانه لمده 3 سنوات من مزاوله مهنه التجاره وحظر مزاولته للنشاط في الشركات العامله في مجال تلقي الاموال لاستثمارها لمده 3 سنوات ايضا مع الزامه بالمصاريف الجنائيه. كما قضت المحكمه بمعاقبه المتهم محمد توفيق عبد الفتاح وشهرته محمد الريان بتغريمه مبلغ 10,000 جنيه عن التهم المتعلقة بمخالفته لقانون الشركات المساهمة وبراءته من التهم الأخرى. كما قضت المحكمة ببراءة توفيق عبد الفتاح وشهرته توفيق الريان. رفعت الجلسة. ما اعطيني فيكي، ضحكتي في وشي وفردتيلي دراعاتك على الاخر، خدتيني في حضنك. لا ده انت حضنتيني جامد جامد قوي كمان، اديتيني كتير قوي. قلبتي عليا ليه؟ غدرت بيا ليه؟ عشان حبيتك.
عملت فيا كل ده عشان حبيبك. بلاش يا دنيا، يا دنيا انت السبب، انت السبب، انت اللي نسيتيني نفسي، نسيتيني ربي. وانا نسيتك يا ربي. لا لا، انا ما نسيتكش، ده انا حاولت ابسط الناس على قد ما اقدر. بعدي نهايتي يا ربي، اخرتي تبقى المرار ده. ولا نسيت؟ نسيت ان كل اللي له اول له اخر، وان كل بدايه هي نهايه، ودي نهايتي. ليه ده انا عمري ما كان في نيتي انصب على حد، ولا اخدع حد، ولا كان في نيتي ليه؟ يا ربي، هو اللي يستاهل كل اللي بيحصل ده؟ ولا ما استاهلش؟ انا استاهل ولا ما تستاهلش؟ انا مستاهل ولا مستاهلش؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ألف مبروك يا أستاذ مجدي، كسبت مع فوازير الريان الرمضانية جايزة 1000 جنيه. ألف مبروك. لو سمحت، ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك. الله مبروك. يبارك فيك. ربنا أقدرك على الصيام بفضل الله تعالى. لا أنا فاطر. مريض حضرتك؟ ألف سلامة. أنا مسيحي. اللهم صل على النبي. ده رمضان، أهو ده رمضان الذي يجمع في طياته كل من المسلم والمسيحي في كل بقاع الأرض، سبحان الله. والجائزة من النهاردة إن شاء الله بأمر الله تعالى بدل ما هي 1000 جنيه هتبقى 2000 جنيه، علشان نرد على كل الألسنة اللي بتلت وتعجل في مسألة المسلم والمسيحي. أقسم بالله العظيم أن ما حدث الآن حدث صدفة، ليس بترتيب مسبق، وأتمنى ألا يتصور أحد أننا قد رتبنا أي شيء. لكن هنقول إيه؟ هذا هو النسيج المصري الواحد الذي يجمعنا مهما تفرقت بنا الأماكن. تفضل. صايع قوي الحاج أحمد ده، أنت عارف هو بيقول كده ليه؟ عشان الإخوة والمشايخ ما غضبوش عليه. أنا اللي فارسني الألف جنيه اللي بقى 2000 دول، زي ما يكونوا بيلاقوا الفلوس في الشارع. ما هي دي فلوس المودعين اللي مش تعبانين فيها، جات لهم وفي حجرهم وبيعزقوا براحتهم. أنا مش فاهمة الحكومة سايباهم كده ليه؟ علشان هم شارين الحكومة وشارين الصحافة وشارين أولي الأمر. أنت عارفة أنا قدمت أكتر من 10 موضوعات عنهم. إن حد ينشر لي سطر واحد أبداً، انسي. ويا ريت حد يقول لي ما تكتبش تحقيقات، ما تعملش حاجة، أبداً، كله بيتركن في الإدراج. أنت عارف ممكن تاخد التحقيقات دي وتوديها فين؟ فين؟ أنت تطلع بيها للأستاذ عادل من غير أي وسيط، صدقني لو قراها عجبته لا هينشرها على طول. ده ما بيعملش حساب لحاجه غير للمهنه وبس. انت على كده بقى عايزانا اتعدى على الاستاذ زكي؟ طز في الاستاذ زكي. خد ادي اخره الفوازير وفشخره الكدبه بتاعتك يا حاج. الفوازير مش فشخره والله، ولا عملناها عشان الفشخره،
لا اله الا الله. طب انت عارف الفوازير دي دخلت لنا كام مودع في رمضان؟ قد ايه تقريبا يا حبش؟ 32,000 مودع، يعني اجمالي ودايع عدى ال 200 مليون جنيه. لا بس الكلام اللي منشور ده يخوف. هما ابتدوا بقى يتكلموا من الفوازير والبعزقه، وبعد كده دخلك في العقود اللي احنا ماضيينها مع المودعين، بيقول لك مش قانونيه. احنا فتحنا على نفسنا باب من ابواب جهنم، ويا عالم هنقفله ازاي؟ مين يسري فرج ده؟ الدكتور بيسالنا مين يسري فرج؟ صحفي، صحفي من اللي انت حاطهم في جيبك، مش انت بتقول كده؟ انا خوفي من الكلام على العقود، ده هيهيج علينا الضرايب وقانون الشركات، يعني ربنا يستر. في الحقيقه يا حاج انا قريت الموضوع كله ومش شايف فيه مشكله. المشكله جايه منين بالظبط؟ المشكله في المودعين، هيهيجوا علينا وهيبداوا يسالوا الفلوس رايحه فين وجايه منين، والحكومه هتقول لك حق الناس وحقنا ده غير هيئه سوق المال والاموال العامه، وفين يوجعك؟ يعني كل اللي خايفين منه هيحصل، والبركه فيك يا احمد وفي فوازيرك. لا يا حاج، لا، السبب الحقيقي ورا اللي بيحصل ده اننا كبرنا قوي، وهم ابتدوا يخافوا، ولذلك ابتدوا يخربوا ورانا في كل حته، وموضوع الفوائد بتاع البنوك ده كان اول الطريق زي ما انا قلت لكم بالظبط. ويخافوا مننا ليه يا دكتور احمد؟ يخافوا مننا ليه؟ احنا مالنا ومالهم؟ احنا مالناش في السياسه، والناس مبسوطه معانا 24 قرار. احمد بيتكلم صح يا حبيبي، احنا كبرنا قوي، وكبرنا زياده عن اللزوم كمان، بقينا عاملين زي الديناصور اللي الناس لازم تخاف منه حتى لو ما عملهمش حاجه. خلاص يا اولاد، احنا نقفلها وندي الفلوس للحكومه تصرف علينا وعلى الناس وعلى الفوازير وعلى البلد. لا يا حاج، لا مش هنعمل كده، اهدى انت بس وانا هعمل رد افند فيه كل اللي جه في المقاله دي، ما تقلقش خالص. ونخلي الاستاذ وحيد ثعلب يعمل لنا اي تصور قانوني نسد بيه اي ثغره ناويين يفتحوها. الخوف بقى اللي هيفصل لنا قانون على مقاسنا، لا ينفع لا معاه ثعلب ولا دي، ساعتها بقى يبقى عليه العوض ومنه العوض. يا استاذ ثعلب، اللي بيني وبين فتحي مش طلاق ولوازم وبس، ده في شراكه وفي حاجات كتير قوي لازم تتفض. وهي الحاجات دي ما تتفضش بعيد عن المحاكم. هرد عليك الرد اللي سي فتحي نفسه معلمهوني، ما تدخلش زيت في عبيد، وكل حاجه اتعملت عشان حاجه، واظن ان المحاكم اتعملت مخصوص عشان فض الخلافات. ده في حاله ان كل الابواب اللي بينك وبين الخصم مقفوله بالضبة والمفتاح وحياتك. ما تنسيش يا هانم ان المحاكم حبالها طويل، وانا حبالي اطول، وانا لسه صغيره وفي عز شبابي، الدور والباقي على اللي يعني ما عندوش حاجه واحده بتقول انه لسه عايش على وش الدنيا، ودماغه من كتر البرشام اتلحست. ايا كان كلامك يا هانم على عيني وعلى راسي، بس انا مش شايف غير حل واحد بس. على فكره الحل ده مش لمصلحه فتحي وبس، لا لمصلحتك انت كمان. والله لو هتقول حاجه فيها مصلحه ليا قولها. المواجهه. انا وفتحي ما يلزمنيش. وما يلزمكيش ليه؟ انا عارف ان انت ست شاطره وبتعملي حساب لكل خطوه تخطيها. انا لما قررت افكر بدماغك انت ما لقيتش غير الحل ده، المواجهه. انا افكر كده؟ ما تفكريش كده ليه؟ وانا مش محامي الخصم، لكن بفكر في مكاسبك انت. مش فاهمه. تقدري تقولي لي ايه المكاسب اللي هتعود عليهم الحل الودي؟ ما يتفضحش في المحاكم، حساباته تتكشف والجرايد تكمل عليه. كل الكلام ده ما يفرقش مع فتحي. فتحي مش فارق معاه غير حاجه واحده بس، انت يا بدريه. صدقيني هو ده اللي انا حسيته. الاحساس مش هيغير اي حاجه، وبرضه هعمل اللي في دماغي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا. قول لنا كده يا استاذ وحيد. اهدى يا بدريه هانم، خلينا نتفاهم. طب ردي السلام بتاع ربنا. ايوه، حطيت دماغك اللي توزن بلد على دماغه المتكلفه، واتفقتوا انتوا الاثنين عليا. انا ماشيه. استني يا بدريه، انا عايزك. الو؟ ايوه، مين؟ الحاج احمد الريان؟ ايوه يا فندم موجود، ثانيه واحده. ايوه حاج احمد، ازاي حضرتك؟ انا عملت ايه؟ انا ما عملتش حاجه، انا بعمل شغلي يا حاج احمد. والله انا ما بروحش المكتب حد، لو حضرتك عايز تشرفني في المكتب اهلا بيك. من حقك تكتب رد يا حاج احمد، ومن حقك كمان تبعته لرئيس التحرير. انت عارفه ان انا لا بيهمني لا بوليس ولا محاكم. ياه، ده انت جامد قوي بقى على كده. طول عمري يا بدريه الا معاكي. يا عيني، معلش
انا بقى ست غلبانه ومسكينه ومكسوره الجناح ومش هقدر عليك لوحدي، فقلت روح المحاكم عشان يبقوا سندي وظهري. فضيحه مش هتطني لوحدي، هتطول عيالك كمان. ما هم عيالك زي ما هم عيالي. يعني بدل ما يورثونا انا وانتي ويورثوا سيره حلوه، يورثوا فضايح وسيره زي الزفت. والنبي يا اخويا روح اضحك بالكلام ده على واحده غيري. يعني هو ده اللي مضايقك؟ واحده تانيه مش ضايقك انك ما حفظتيش عليا ولا صنتنيش؟ بلا صمت بلا حفظت. انت ظاهر مخك اضيق قوي، نسيت مين هي بدريه؟ انا يا حبيبي ما فيش ست في مصر تهز شعره من شعر راسي، وبما ان الكلام دخل في الخيابه يبقى قلته احسن. استنى يا بدريه، انا ما خلصتش كلامي عادي. وهو كلامك ده يا عينيا طالب معاه صوت عالي؟ بدريه يا نعم. عاوز ايه؟ امرين. انا مش عاوزه حاجه يا حبيبي، مش انا اللي جبت المحامي وخليته يلف ويدور عليا، ومش انا اللي طالبه القعده دي. يعني انت اللي عاوز مش انا اللي عاوزه. انا عايز نرجع لبعض. قلت ايه؟ هقول ايه؟ عايزني اقول ايه؟ اللي انت عايزاه بدري. اطلبي اي حاجه حتى لو عينيا. اللي انت بتقوله ده يا فتحي بعيد عن دقنك. بدري انا بحب. طب ما انا عارفه. تقومي تعملي فيها كده؟ وهو انا لسه عملت حاجه؟ اعمل اللي انت عايزاه. اطلبي اي حاجه يا بدريه، انا تحت امرك. انا مش عاوزه منك حاجه يا فتحي غير حقي، وحقي ده مالكش مكان فيه. مش طايقاك، مش عاوزاك. بس انا عايز. وانا مش عاوزاك يا اخي. الله، اقولها لك بالصوت الحياني. وبعدين في ايه؟ مش يمكن اكون على ذمه واحد تاني؟ لا انا عارف ان انت مش على ذمه حد تاني. يا اخي سيبني في حالي بقى. انت ما بتسمعش ولا ما بتفهمش؟ يا الله والله ما عارف. ايه ده يا فتحي؟ بقول لك ايه ده يا فتحي؟ خليكي في حالك. ما هو طول ما انت جوزي يبقى حالك هو حالي. هش مين انت؟ دخلتي هنا ازاي؟ بس يا بت ما تقول لها يا فتحة انا بقى مين؟ بالظبط بدري مراتك ام عيالي. عاوزني يا فتحي؟ عايزك قوي. طلق البت دي. انت طيب بالتلاتة. انت طيب بالتلاتة. بتحبني يا فتحي؟ بعشقك. يبقى ترمي البت دي بره باللي عليها. ترمي مين بره؟ انت بره. ايه فتحي؟ بره. انت جنيت يا فتحي ولا ايه؟ بره. ايه جنيت؟ انت مش شايف نفسك ايه؟ يا مجنونه. نورت بيك يا بداره. انا مش فاهم يعني انت مسافر بعد بكره واخد شنطتك من دلوقتي ليه؟ علشان ان شاء الله طالع على اسكندريه الاول، عندي شويه شغل وبعد كده اطلع على المطار على اليونان. ما فيهاش حاجه يعني. طب ما تيجي هنا وتطلع على المطار من هنا، هي الساعه دي اللي هتفرق معاك يعني؟ والله يا حبيبتي هتفرق ان شاء الله، انا مش ضامن ظروفي. والله يا ابني انا شايف ان سفريه اليونان دي ملهاش اي لازمه خالص دلوقتي، ما ينفعش تبقى انت وفتح اخوك مش موجودين في نفس الوقت. يابا انا لازم حتما ولابد اسافر علشان ادور على ابني ضنايا، عايز اشوفه يابا. الدور والباعة الكبير اللي راح يعمل لي شهر عسل من اول وجديد مع ست بدريه. يابا اللي لازم ما يسافرش فعلا هو فتحي مش انا. انا كام مره اجلت السفريه؟ لا قسما بالله ما هعرف اجلها تاني لو طبقت السما على الارض. يا باي على تحكيم الراي، خلاص انتوا احرار، اعملوا اللي انتوا عايزينه. انا من هنا ورايح مش هتدخل بينكم في اي حاجه تاني. لا يا حاج انت لازم تتدخل عشان احمد شايل من اخوه الحاج فتحي، وانا بقولها لك قدامه اهو عشان هو عمره ما هيقول. بقول لك ايه، انا لا شايل ولا حاطط، الله يبارك لك. انا خلاص يا ابو فتحي ده ماليش دعوه بيه. ايه ايه ماليش دعوه بيه يعني ايه؟ جرى ايه يا احمد؟ ده اخوك وانتوا في الاخر لبعض. لا هو في الاخر لبدريه. صدقني والله انا ما بقولش كلام من عندي، دي مجرجره وسحباه وراها ولا قدامها في كل حته، ده هيجيبنا كلنا الارض والله. لا هيركبها فوقنا وهتشوف. خلاص خلاص خلاص
اهدى بس كده يا دكتور، انا منبه عليه ومتفق معاه وربنا ما يجيبش حاجه وحشه. انت رايح اسكندريه على طول دلوقتي؟ لا يابا، انا ان شاء الله هتكد دلوقتي على طول على المكتب وبعد كده هسافر، عندي شويه شغل. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. طب وناوي تقعد قد ايه في اليونان بقى ان شاء الله؟ ربنا يسهل. مش عارف يا سميح، ادعي لي بس ربنا يعطرني فيهم. بس اوعى ترجع لي بيها في ايدك يا احمد، انت ترجع ببنتك ولا ابنك وانا احطهم لك في عينيا، انما لو رجعت بيها والله ما هسكت يا احمد، وهتبقى مشكله كبيره ومش هيحصل. طيب يوه ما تقطعيش بس يا سميحه، ملوش لازمه الكلام الفاضي ده، ادعي له ان ربنا يجيبه بالسلامه. بدعي له والله بدعي له يا حاج، بس انا حاسه انه متغير اليومين دول ومش عاجبني، وعلى طول مسافر. على طول مسافر؟ مسافر بعمل ايه يعني؟ ما انا بشتغل يا سميحه ولا انا بلعب؟ الله اعلم، بتشتغل ولا بتلعب؟ ايوه هلوله. لا انا ساعه ساعتين بس اخلص حاجات في المكتب كده واكون عندك على طول. لا انت يا جازة بقى، عايزين نتفسح ونهيص. ساعبك كتير وابقى ملك ايديك يا اما اجي اقول لك ايه. قولي طيب في ايه؟ في خلص ايه؟ التليفون ده احمد وخليك معايا. خلصته. في ايه مالك؟ مجله ميدل ايست ماني كاتبه صفحه كامله بتقول ان شركات الريان خسرت 100 مليون دولار في المضاربه في الذهب، والخبر اتوزع واتنشر في كل الملوك وكل الجرايد. ايوه ايوه ماشي، بس عرفت الكلام ده منين؟ يا اخي زكي توفيق الصحفي كلمني وقال لي، والخبر نازل في الجورنال عندهم بكره، وكلمت جميله واكدت لي الموضوع ده، قالت لي ان المضاربه حصلت عن طريق بنك مورجان جارانتي. بجد فعلا يا دكتور الكلام ده حصل؟ ايوه حصل. بس استنى، ازاي البنك يطلع معلومات بالسريه والخطوره دي؟ احنا طول عمرنا بنكسب وبنخسر ومحدش يعرف عننا حاجه. محمد احنا لازم نوقف نشر الموضوع ده باي تمن. تفتكر انا ما حاولتش يا احمد؟ ما انا حاولت وما نفعش. دي تعليمات يا دكتور وجايه من فوق قوي كمان، الصفحه اتوزعت في كل مكان، مش هنعرف نلحق عليها. انا قلت لكم ان في اللي بينخرب ورانا وانتوا ما صدقتونيش. كده كل المودعين هيقلبوا علينا الدنيا، ومش بعيد بكره الصبح تلاقيهم في الشركه هنا يكسروها على دماغنا. حاجه فتحي فين؟ كلمته، كان رايح على مرسى مطروح، قلت له لف ويرجع حالا. بص يا حبشي، لم لي كل السيوله اللي ممكن تلمها، ومفيش قرش يطلع لمودع الا باذن مننا شخصيا. ان شاء الله كل اللي انت عاوزينه هنعمله لكم. ده شقه عمري انا قتيل عليه. اتحكموا في وسطنا. اتحكموا يا اسطى. يا اسطى يا جبر حط لي مرسى مرسى. ان شاء الله كل اللي انت عاوزينه هنعملهم كل وجه. سلام عليكم. ايش حالكم؟ بلعب الشغل، كنتوا عملتوا فينا ايه؟ ولا الزريبه اللي ماليه قلبكم 100 مليون دولار مره واحده. يا سدنتي الزموا حضنكم، وكل اللي ليه حق هياخده، مش عايزين كلمه. عشان اجهزها وخطيبها فسخ الخطوبه، مش عارفه اعمل ايه. اديت الشبكه للولد. اسمعي، فلوسك هتوصلي، وكل واحد فيكم فلوسه هتوصله. احنا لا نصابين ولا حرامين. ان شاء الله باذن الله طلباتكم مع الحكام دلوقتي، وان شاء الله هينفذوا كل طلباتكم وزياده. لا مفيش حد هياخد مليم واحد، واللي عايز ياخد ملوش غير ارباح بس وفي ميعاد. لا محدش له درع عنه. ما ينفعش يا حاج فتحي، ما ينفعش. لازم نرجع للناس فلوسها، والا هتفقد الثقه فينا. نرجع للناس فلوسها ازاي يا احمد؟ الله، احنا ما عندناش سيوله كافيه تغطي فلوس الناس دي كلها مره واحده. خلاص اللي عايز فلوسه نديها له، بس نقسطها. ايوه نقسطها على اربع دفعات او حتى خمسه، ونخصم منها كل الارباع كمان، وهو ده العد. العد ازاي يابا؟ لا مش عد خالص، احنا كده بنضحك على الناس. احنا مش كده يابا. لا احنا نرجع للناس فلوسها،
على فكرة اللي بره دول شوية قليلين قوي من نسبة البندعين، لو رجعنا لهم الفلوس بالأرباح كمان صدقوني ساعتها هيرجعوا فلوسهم تاني، أو اللي بره هيثقوا فينا. يا ابني الناس لو خدت فلوسها دلوقتي هتفتكر إن احنا عاينين فلوس تحت البلاط. لازم يفهموا إن فلوسهم في السوق شغال، وعشان ترجع محتاجة وقت كتير. ماشي يبقى نديهم معانا. بص بقى، الناس اللي بره دي عايزة عقاد نفع يا حاج فتحي، وإلا هيكسروا علينا الشركة. أحمد برضه عنده حق يا حاج فتحي، ما الناس دي دافعة الفلوس من عرقها وشقاها، ده دم قلبهم، وإحنا مش حمل دعوة مظلوم ولا محتاج. خلاص نديهم معاد بعد شهرين. كتير قوي شهرين. خلاص يبقى أسبوعين كفاية قوي. وبلاش يابا موضوع نخصم الأرباح اللي خدوها قبل كده دي، بقيت المدعين لو عرفوا هتبقى طبلت فوق دماغنا كلنا. ما تخافش، إحنا عقود بتاعتنا ما تخرش المية. عندنا بند إن إحنا ممكن ما نرجع لهمش الفلوس كمان. الموضوع مش موضوع عقود يا حاج فتحي، الموضوع موضوع ثقة بيننا وبين الناس، الثقة هي اللي خليتهم يدونا الفلوس، والثقة هي اللي هتخليهم ياخدوا برضو الفلوس. الثقة عايزين نحافظ عليها. أبوس إيدك، مش ممكن إحنا نفضل نكسب ونخسر الناس أو نرجع لهم فلوس ناقصة يابا. أنا هطلع أكلم الناس وهديهم وهاجي. لا 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 استنى أنت حاج فتحي، خلي أحمد أخوك اطلع أنت يا أحمد. ولا ما طلعش ليه؟ أنا رئيس مجلس إدارة المجموعة. أمال على راسنا من فوق يا حاج فتحي، بس أصلا عايزك في كلمتين مهمين كده. اطلع أنت يا أحمد. لا مش شرط. واحد اشرط يا حاج فتحي، الكلام اللي هقوله لك تقوله بالظبط. السلام عليكم ورحمة الله. اوعى يكون جايين ساكتونا بكلمتين. لحظة يا جماعة لو سمحتوا لي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا النبي الأمي محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. دلوقتي يا إخواني أهلا بيكم في شركتنا، شركتكم، المكان اللي ائتمنتموني فيه على فلوسكم، والحمد لله رب العالمين باستثمارها والشغل فيها والعمل عليها كبر الصرح وكبرنا كلنا معاه. دلوقتي يا إخواني أنا في الحقيقة بيني وبينكم عقود، العقود دي لو قريتوها بتفحص ومن غير انفعال وانتباه لوسائل الإعلام، لو قريت العقود دي هتلاقوا فيها بنود بتقول طول ما أنا بكسب حضراتكم بتكسبوا، لو أنا بخسر حضراتكم بتخسروا. يا جماعة لو سمحتولي لا ده مش بس كده بقى، ده في بند كمان بيقول ان انا ممكن يا ارد الفلوس يا ما اردش الفلوس اصلا، بس انا ماليش لا دعوة بالعقود في الحقيقة. انا راجل بتقي الله سبحانه وتعالى في كل مودع من المودعين اللي عندي وفي كل قرش بيدخل الشركة. علشان كده ان شاء الله بامر الله تعالى الناس اللي عايزة تاخد فلوسها مش بس هتاخد فلوسها، لا وهتاخد ارباحها كمان، والناس اللي هيقدرها ربنا على الصبر. ما هو ربنا لما بيبتلينا يا جماعة بيعمل فينا قيم، فابتلانا هنا ليعمل فينا قيمة الصبر، فمن سيصبر إن شاء الله يكون جزاؤه بأمر الله إن احنا هنزود الأرباح 2% للي هيقرر يقعد. أيوة إن شاء الله، وده قرار. طب اللي هيقرر يمشي حقه يتفضل بفلوسه بأرباحه، ولكن قسما بالله ولن أعيد هذا القسم مرة أخرى، إذا ساء علي طوب الأرض لا هو هيدخل الشركة مرة تانية ولا فلوسه هتدخل من هذا الباب، هذا الباب الذي
كبرت ونضجت فيه أموالكم. باب الريان، باب الجنة. وبالعربي الفصيح كده يا جماعة، أنا هعمل قائمتين، قائمة سوداء تسود فيه وجوه من أخذوا فلوسهم ونقودهم بل وأرباحهم أيضا، وقائمة بيضاء لمن يريد. هسيبكم نص ساعة تفكروا وتاخدوا وقتكم وتاخدوا راحتكم خالص، وأنا تحت أمركم وهنفذ في الحال اللي تقولوا عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك عفارم عليك يا أحمد، ابن أبوك صحيح شفت حاج فتحي؟ قشط عليك يا حاج فتحي. يموت الزمار وصوابعه بتلعب يا يا سبحان الله، الناس واقفة مش عارفة تعمل ايه ولا ايه. اه والله عمالين يضربوا اخماس في اسداس، ما احنا شفنا كل حاجة من شاشة المراقبة بتاعت الشركة. احمد انا بتهالي نص الناس اللي برا دي هتسجل اساميها في القائمة البيضاء. المهم الجرايد اللي شتمتنا وفضحتنا هي تكتب عننا ان الضربة ما موتناش قوتنا. ايوه يا حاج، بس اللي ضربنا الضربة دي هيضرب تاني وتالت ورابع، مش هيسيبنا في حنة. ما احنا في دار الشقة يا ابني، يعني مكتوب علينا نفضل نعافر كده لحد ما نموت. بس ما يدفناش بالحياة أحد. ليس ربك بظلام للعبيد يا حاج فتحي، ولو لينا نصيب في حاجة يا ابني هناخدها يعني هناخدها. المهم بس نعرف مين اللي بنخرب ورانا وعايز يعمل العمال السودة دي فين وليه كده. يبقى لازم زيارة نجيب بيه المحافظ. لا نجيب بقى كارت محروق خلاص، احنا نروح لعوني بيه خليل على طول. عوني خليل رئيس مجلس الشعب؟ ايوه هو اللي عنده الخبر الاكيد. احنا كمان لازم نطلب مقابلة احمد بيه الجندي رئيس مجلس الوزراء. تعرف يا ريان، انت لو ما كنتش جيت كنت انا بنفسي طلبتك عشان تيجي تقعد معايا. ده شرف كبير يا فندم، بس برضو دي حاجة تخض في الحقيقة. لما سعادة رئيس مجلس الشعب يطلبنا عشان يقعد معانا، يا ترى ليه؟ أنا عايز أعمل معك اتفاق. شرف كبير لينا يا فندم، بس بعد إذن حضرتك كان نفسي أعرف مين اللي بيعمل معانا كده. لا مش مهم تعرف مين اللي عمل كده، الأهم تعرف عمل كده ليه. ليه؟ أنا طبعاً مش محتاج أقولك إن الكلام ده أنا ما قلتوش يا فندم، وأنا ما سمعتوش. الموضوع ببساطة إن الحكومة كانت عايزة تاخد قرض من صندوق النقد الدولي، وإحنا متعودين دايماً إن إحنا ناخد منهم قروض وبنسدد حسب ما اتفق، لكن المرة دي بالذات الصندوق رفض، وده طبعا عمل مشكلة كبيرة. طيب واحنا داخلين ايه في الحكاية دي يا فندم؟ الصندوق بيقول ان انتوا بتدوا الناس ارباح 20 و25 وساعات 30%، وده طبعا هيخلي كل الناس تحط كل مدخراتها عندكم ومش هيتعاملوا مع بنوك الحكومة، وده طبعا هيخلي كمان الحكومة ما تقدرش تسدد القرض، وده طبعا خلى الحكومة تيجي علينا وعايزة تخلص مننا عشان ترضي صندوق النقد. لا الحكومة ما غلطتش، انتوا خسرتوا فعلا 100 مليون دولار، وكل اللي عملته الحكومة انها كشفت للناس الحقيقة. يا فندم بدل ما تعوز تخلص مننا طب ما تعمل زينا. الحكومة ما تقدرش تتاجر في العملة ولا تقدر تخاطر وتضارب في البورصة، وكمان ما تقدرش تدي الناس الأرباح اللي الناس بياخدوها منكم، عشان كده
الحكومة ما تقدرش تعمل زيكم. يا سعادة الباشا احنا خلاص ما بنتاجرش في العملة، انتوا قفلتوهالنا بالضبة والمفتاح الحمد لله. وسعر الصرف ياما قلنا لكم حرروه. علشان الناس تجي لكم انتوا بالعملة ما تروحش للتجار، بس نعمل ايه؟ مفيش فايدة. يا ريان بلاش تقول لي انكم بطلتوا تتاجروا في العملة. أقول لك بلاش نتكلم في اللي فات. تعالى نتكلم في اللي جاي. يا ريت يا سعادة الباشا، بس الحكومة لو حطتنا في دماغها خلاص مفيش جاي. لا هيبقى في جاي، عشان كده أنا طلبتك وعايز أتكلم معاك. وأنا تحت أمرك يا معالي الباشا. شوف، هي الحكومة كانت عايزة قرض 2 مليار دولار والصندوق رفض بسببكم، عشان كده إحنا قلنا نشتريهم منكم. معليك، واحنا ما عندناش اي مانع، بس نستأذنك في شهرين ما فيش غيرهم بس، ونبقى جاهزين بالمبلغ. ماشي، بس بقى احنا هنشتري بسعر البنك مش بالسعر اللي انتوا بتبيعوا بيه. الله، ودي تيجي برضو سعادتك، اسمح لي. يعني هو حضرتك لما بتحب تغير عملة بتروح تغيرها من البنك؟ لا. طب تيجي ازاي بقى سعادتك؟ انت عايزني ابيع بسعر البنك؟ ما ينفعش يا فندم، والله ده احنا نقفلها احسن. ده احنا بقى سعادتك نعيش بالاتنين مليار دول ملوك. خلاص يا ريان، يبقى تقفلها احسن. لا يا سعادة الباشا، لا اله الا الله. طب والناس يا بيه اللي عايشه في النغمغة دي هنعمل معاها ايه؟ ده في شغل وفي رواج. لا اله الا الله يا سعادة الباشا. لا لا لا، الرواج والنغمغة اللي انت بتتكلم عنهم دول موجودين عندكم انتم وبس، انما الحكومة مديونة. شوف يا ريان، أنا عايزك تفكر كويس في الكلام اللي أنا قلته لك ده. وأنتوا كده تبقوا بتشتروا نفسكم وبتشتروا مستقبل الشركات بتاعتكم. فكر كويس يا ريان ورد علي على مهلك. طب يا سعادة الباشا، أنا عندي عرض وعايز برضو حضرتك تفكر فيه شوية، وساعتها هتستفيدوا وتفيدوا، ويا دار ما دخلك شر. لا يا دكتور، اهي دي بقى انا مش فاهمها. انا هفهمك يا اخويا. انا قلت له هنديهم 2 مليار دولار يقعدوا عندهم 5 سنين، وناخد منهم 2 مليار جنيه يقعدوا عندنا 5 سنين، وبعد ال5 سنين ما عدوا ناخد احنا دولاراتنا ياخدوا جنيهاتهم من غير لا فايده لا ليهم ولا لينا. يا سلم، طب واحنا استفدنا ايه ان شاء الله؟ استفدنا كتير قوي يابا. نمره واحد كسرنا سم الحكومه وبعدناها عننا خالص بقى وتشيلنا من دماغها. نمرة 2، سعر الجنيه هينزل، سعر الدولار هيرتفع، احنا كده بقى كسبنا مرتين، لما الجنيه نزل ولما الدولار ارتفع، زائد ما كسبنا الاصل كمان، واتقينا شر الحكومة. ده غير ان الحكومة لو راعت ضميرها واشتغلت بضمير شوية هتكسب، كده يبقى كلنا كسبنا. يعني يابا الاتنين مليار اللي احنا هناخدهم منه، قول هنشتري بمليار دولارات، والمليار التاني هنشتري أرض كبيرة أوي نبني عليها عمارات ومدينة كبيرة أكبر من شبرا. والأرض كل مدى سعرها بيزيد وقيمتها بتكبر، وده معناه إن الجنيه بتاعنا هيزيد مش هيقل. وتمن ربع الأرض بعد 5 سنين هيبقى قد تمنها كله من 5 سنين. بالظبط يا حاج، بالظبط. يا ولاد الجنية، تقولش كده يابا، ده احنا ولادك. وتفتكروا الحكومة هتوافق؟ لا لا الا الله، ما توافقش ليه؟ ده احنا هنديها فلوس كتير قوي وهي هتطبع لنا شوية ورق. سامع يا حاج، هيدونا شوية ورق وياخدوا مننا فلوس، ما يوافقوش ليه؟ ده يبقى عبط. عشان انتوا كل مادة بتكبروا اكتر واكتر، وهي مش عايزاكوا اصلا، يبقى ازاي بقى الحكومة هتوافق انها تكبركوا؟ يابا ابوس ايدك، ما تفول في وشنا. انا مش بفول يا ابني، انا بس بفكر بدماغهم هم مش دماغنا احنا. على كل، احنا عندنا كمان يومين ميعاد مع عوني بيه خليل رئيس مجلس الشعب، هنعرف الرد. ربنا يسهل. في الهنا والشفا يا حاج. الله يهنيك يا سميح من يد من اعدامها يا بنتي. عجبك الشاي؟ ما دام سالت السؤال ده
بعد العمر الطويل اللي بينا عجبك الشاي، يبقى انت عايزة تقولي حاجة تانية يا سميح. قولي من غير ما تلف ولا تدوري، بصراحة اللف والدوران مش لايقين عليك يا بنتي. بصراحة انا عايزة اكلمك في موضوع منيرة وابنك صلاح. لا حول ولا قوة الا بالله. عايزة تقولي ايه يا سميح؟ ما تزعلش مني يا حاج، دلوقتي انت خدت صلاح من ام منيرة ووديته عند نعمة مع ابن اخوه، يعني لا منك قعدته معاك ولا منك قعدته مع ام، وحرام تحرم الواد من امه وابوه، هما لسه على وش الدنيا. ده انت والله العظيم لو بصيت في عينيه تزعل عليه وتزعل على اللي عملته معاه. انا ما عملتش معاه حاجه يا بنتي، كله من امه وعمايلها وجرايرها السودة. وهي عملت ايه بس؟ دي غلبانه والله. اذا كانت بدريه قص المصايب رجعت لجوزها وقاعده متهنيه معاه، يبقى منيره يا عيني عليها قاعده ولا ابن ولا جوز، يرضي ربنا ده. منيره يا عيني عليها، انت عايزه ايه بالظبط يا سميحه؟ ترجع لها ابنها، الهي ما يحرمك من ولادك، وانا اضمنها لك برقبتي واجيبها لك لحد عندك تبوس على دماغك وتحلف على المصحف تمشي على العجين ما تلخبطوش. خلاص، لا تجيبها لي ولا اجيبها لك، انا هرجع لها الواد عشان خاطر عينيك انت بس وعلى ضمانتك. ماشي. عارفه ليه بقول لك على ضمانتك؟ عشان لو عملت اي دقه نقص تانيه مش هتشوف الواد ده طول العمر، لو انا عايش ولا حتى بعد ما اموت. ربنا يديك طولة العمر ويسعدك ويكرمك يا رب. انت تؤمرينا يا سميعه يا غالية يا بنت الغالي. تعيش يا حاج. طب انا ممكن اسالك اذا كان الشاي عجبك ولا لا؟ الله 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 الله، وبعد ذلك يا بنت ابو شعيشه هتسوق فيها ولا ايه؟ تبقي كده عايزه تقولي حاجه تاني. بصراحه قولي يا سميعه. احمد ماله؟ حاسه كده انه رجع زي الاول ومش عاجبني، مش على بعضه كده، وخايفة يكون عملها تاني واتجوز. طب تفتكري لو كان عملها تاني واتجوز من غير ما يقولك هيجي يقول لنا؟ جايز. طب تفتكري لو جه قال لنا وأمني على سره أنا هقولك؟ خلاص بقى، خلاص بقى يا ستي بقى، ربنا يكرمك. أنا مش فاهم إيه اللي مزعلك يا هالة. ده أنا والله كنت في مصيبة، كنت هرشة في الحيطة. ده انا ما رحتش شفت الواد اللي نفسي اشوفه وما اعرفش عنه حاجه، تقوم تزعل مني يا ابويا؟ ده بدل ما تواسيني وتطبطب عليا وتضحك وشي. ما هو ده اللي مزعلني يا احمد، كان المفروض اني ابقى جنبك في الاوقات دي. انا حاسه زي ما اكون زوجه ترانزيت، محطه بتعدي عليها وانت رايح او انت جاي. مش حاسه اني مراتك زي ام بناتك بتعاملها نفس المعامله، زي ما يكون زوجه مؤقته. خس عليك يا هاله، ليه بتقولي كده؟ مؤقتة ايه بس؟ عاوزة بالله لا. بعدين عايز اقولك على حاجة، يعني بمناسبة موضوع محطة، لو افترضنا انك محطة هتبقي احلى محطة في حياتي كلها. كل الحكاية اني مش عايز ادخلك في الشغل وقرف الشغل، حاجات مالكيش فيها يعني. مش عايز تدخلني ولا مش مأمن لي؟ خايف تقولي اسرارك، لاني النهاردة مراتك في السر ومين عارف بكرة هبقى مراتك ولا لا. ايه دماغك بتروح فين؟ طبعا مراتي، مرات النهارده وبكره وبعده ولاخر العمر كمان. بقول لك ايه، انا عايز انسى كل حاجه الا انك هنا وموجوده. توحشتيني قوي ومش عايزك توحشيني اكتر من كده. وانا بقى عايزه اوحشك اكتر من كده. ايوه بس انا ما اقدرش اعمل كده. ده معنى ايه يا سعد الباشا؟ ده مالوش الا معنى واحد، ان الحكومه رفضت وبتقول انكم بتستغلوا الموقف وبتلو دراعهم. يعني يا اما ياخدوا $2 مليون بسعر البنك، يا اما نبقى بنلوي دراعهم. لا اله الا الله، مين دلوقتي اللي بيلوي دراع مين يا سعاده الباشا؟ احنا بنتفاوض مع الحكومه، ما بنفرضش عليها حاجه. ده مش وقت التفاوض يا ريان، وبصراحه كده الحكومه ما عندهاش اي استعداد للتفاوض. يعني يا سعاده الباشا ننفذ اللي بتقوله كده حتى لو كان غلط، حتى لو هيضرنا؟ الضرر انك تعادي الحكومه مش انك تنفذ اوامرها. وعلى العموم انتوا ادرى مصلحتكم. بس بقى في طلب تاني لازم تنفذوه ومن غير اي تفكير. اعتبره تنفذ سعادتك بمشيئة ربنا. الحكومة عايزاكم تضمنوها. برقبتي يا الله. بس في الحكومة عايزة تستورد شحن الذرة من امريكا، وطلبوا من الموارد انهم يأجلوا الاعتمادات المالية لحد الشحنة ما تبقى في البحر. ده لأنهم عندهم نقص في العملة الصعبة، لكن للأسف المورد رفض وقال لهم خلي الريان يضمنكم وأنا أبعت لكم الشحنة. نضمنهم يا فندم.
نضمنهم برقبتنا. اللي عند الحكومة ما بيروحش، بس هم يسيبونا في حالنا. ولا عمرهم هيسيبوكوا في حالكوا. كبيرة قوي قوي على الحكومة إن حد يروح لهم ويقول لهم خلوا الريان يضمنكوا. طب وإحنا ذنبنا إيه يا حاج؟ ذنبكوا إن أنتوا كبرتوا زيادة عن اللزوم. الناس كلها دلوقتي بتاكل من عندكم وبتتسيغ من عندكم وبتودع عيالها في الحضانات اللي انتوا عملتوها وبيسكنوا في العماير اللي بنتوها. وعن قريب ان شاء الله هيركبوا اتوبيساتكم ومواصلاتكم. سبتوا ايه بقى للحكومه عشان تتحكم فيه؟ كده بقى ما فضلناش غير انها تتحكم فينا. ولا يا حاج فتحي؟ حاج فتحي، حاج فتحي. ايوه زي ايه؟ وايوه على ايه؟ غير يا فتحي انت مش معانا ولا ايه يا ابني؟ لا معاكم. معانا فين بس؟ ما هو انت كده بتغرز اكتر واكتر في المدعوء اللي انت بتقعد تبلبعه ده. انا تعبان قوي، انا هقوم اروح، بس مش قادر اصلب طولي. هتصلب طولك ازاي يا فتحي؟ مش وقت يا ابو، بقول لك تعبان، انا هروح ابقى كويس. فتحي حاسب يا ابني. حاسب. لا حول ولا قوة الا بالله. انا كويس، انا كويس خلاص. ماشي خليك معاه يا احمد بن زبون. هو كويس، هو كويس. ايه اللي احنا فيه ده؟ بيتك يا رب. وبعدين يا احمد احنا هنسيب اخوك كده برضه؟ والله يابا انا ما عارف اعمل ايه، لا حول ولا قوه الا بالله. يعني ايه مش عارف تعمل ايه؟ نعالجه، نسفره بره تاني، اقول لك نجيب له دكاتره من بره، نوديه اي مصحه هنا من غير ما حد يعرف، ولا من شهف ولا من دري. يابا هو لازم يكون عايز يتعالج. عايز ولا مش عايز، احنا نعالجه غصب عن عينه وعن عين ابوه كمان. شوف يا حاج، احنا قدامنا اربع اسابيع على الاقل وشحنه الذره الصفراء توصل. كويس قوي، ادي مواعيد التجار بعد شهر ونص يا حاج. ماشي يا حاج محمد. وبالنسبه للاتوبيسات، اول شحنه جايه ان شاء الله الاسبوع الجاي. وشوف يا حاج، احنا دفعنا ثمنها بالكامل وحسب الاتفاق. حلو قوي، على البركه ان شاء الله. يبقى اطلعوا على جراشات المحافظه عدل لحد ما ناخد التصريح النهائيه بتاعتهم. دول متين اتوبيس، بدل ما ناخدهم ونرجعهم تاني، مش اتوبيس ولا اتنين. ماشي يا حبشي، بس بشرط تستلمهم اتوبيس اتوبيس وبنفسك، وتسلمهم برضو بنفسك اتوبيس اتوبيس يا حبش. يبقى كده حاج بقى، انا هاخد معايا مندوب من المحافظه عشان انا استلم واسلمه على طول في نفس اللحظه. عفارم عليك يا ابو الحبايش يا جامد. ربنا يخليك يا حاج محمد. من فضلك انا طمعان في اتوبيس استعمال شخصي ليا، انت عارف اوراق كتر تيجي من دول. ماشي يا حبش، خد اتوبيس. اصحى يا دكتور، اصحى شوف المصيبه اللي انت عملتها. انا قلبي كان حاسس، قلبي كان حاسس. يا ستي خير؟ اتفضل شوف بنفسك. لا قوة إلا بالله. إيه؟ لا أدي كدابة. والمؤخر مليون جنيه، والفيلا بتاعت مصر الجديدة كذب برضو. يا ستي كذب، لا إله إلا الله، بقول لك كله كذب. وفوازير رمضان اللي كنت بتطلع فيها معاها كل يوم ده كمان كذب. يا حبيبة قلبي، دي صحافة، دول شوية صحفيين بياخدوا حتة كده من الحقيقة ويعملوا حواليها حاجات كتير أوي مش حقيقة. مش مصدقك يا أحمد، مش مصدقك. طيب خلاص، أنا هثبت لك دلوقتي إن كلامي هو الحقيقة. رايح هتصدقها شوية جرايد. أنا يا ستي هنزل لك تكذيب للخبر في نفس الجريدة دي بنفس البنط في نفس المكان. أنا ما عملتش حاجة غلط ولا عيب ولا حرام. أنا مراتك ولا مش مراتك؟ مراتي طبعاً. خلاص، يبقى إيه اللي مزعلك قوي كده؟ اللي مزعلني إن إحنا ما اتفقناش على كده يا هالة. أنت كده بتضريني في سمعتي وفي شغلي وفي كل حاجة. سمعتك إيه دي اللي هبوظها لك؟ ده لو على كده تبقى سمعتك بايظة من زمان. ده أنت متجوز قبلي يجي أربع ولا خمس جوازات يا أحمد. ده غير اللي أنا معرفهوش. زمان حاجة ودلوقتي حاجة تانية خالص. الناس كلها دلوقتي ضدي، يقولوا إيه لما يعرفوا إن أنا كاتب لك مؤخر مليون جنيه وفيلا في مصر الجديدة وشبكة في الشيء الفلاني؟ هيقولوا ان احنا بنصرف فلوس المدعين على حياتنا الخاصة. ده اللي اتكتب فعلا.
انت كده بتضربيني في مقتل. وانت ما بتضربنيش في مقتل لما الناس كلها تمشي تلسن عليا وتقول هالة درويش مرافق احمد الريان. اعوذ بالله من كلامك يا هالة. انا بحافظ على اسمي وعلى سمعتي وبخرس اي لسان يستجري يقول كلمة واحدة عليا. طيب ايه بقى علاقة ده كله بالمؤخر الشبكة والتفاصيل دي كلها؟ انا ما قلتش حاجة غير على الفيلا وبس. ولا انت عاوزهم بقى يجوا يزوروني ويقولوا اه ما هي دي الفيلا اللي جايبها لها عشان يقابلها فيها في السر؟ طب المؤخر؟ معرفش حاجة عنك. شوف بقى انت مين اللي بيدور ورا. لا بقولك ايه، ما تجننينيش يا هالة. الموضوع ده ما حدش يعرفه غير انا وانتي وحبشي. وحبشي مستحيل ينطق بكلمة. اه انا وانت وحبشي والمأذون. ولا انت نسيت يا احمد ان احنا جوزنا بمأذون؟ يا نهار اسود. لا لو عرف المعلومات دي من مأذون وعرفوا يوصلوا له كده يقدروا ممكن يوصلوا لأي حاجة بسهولة. كده بقى مخترق يا هالة.